بالنسبة للمشروعات الصغيرة عشان الشباب اللي هم خريجين بيعملوا لهم تسهيل الصندوق الاجتماعي، وانا شايف ان هم بدأوا يسهلوا لهم حاجات دلوقتي عشان الاستثمار، لان المتوسطة اللي هم فاتحين مشاريع صغيرة في صندوق اللي هو الاجتماعي بيدعمهم، بيقدم طلب الواحد من الشاب بيقدم طلبات المشروع بتاعته والصندوق بيوافق له فيها. بتدعم الحاجات ديت اللي يعني هي المفروض توفر للشباب اولا مشروعات صغيره ان هي بحيث ان هم يستثمروا، بس حاليا احنا مش شايفين غير اللي هو المجمعات الاستهلاكيه اللي هي العربيات اللي هي متنقله اللي هي سلموها الدوله للشباب. انا شايف ان الدوله بتحاول يعني، بس هي يعني اولويتها كانت للمشروعات القوميه الكبيره، ومن خلال المشروعات القوميه الكبيره دي انا اعتقد ان هنقدر ندعم المشروعات الصغيره. غالبا بتدرس يعني البنوك دي بتبعت ناس بتدرس المشروع دوت، بتعمل دراسه الجدوى بتاعته، بتبدا من خلالها ان هي تشوف اذا كان المشروع دوت هينجح او لا. والله الدوله بتدعم الناس من طريق القروض في البنوك وعن طريق المدن الجديده، وبتتيح الفرصه للناس واللي عاوز يشتغل هيشتغل ما دام سواء لمنتجاته بتخفض عليه الضرايب، توجد له السوق بتاعه اللي يصرف فيه الحاجات دي بواقفه جنبه طبعا. مشروعات صغيره هتدعم، فهيبدا الشعب يحس بالاطمئنان، هيبدا يبقى في دخل لكل مواطن، هتبدا تبقى حياه طيبه وحياه كريمه. في ناس كتير جدا مش لاقيه مواد خام تشتغل بيها، وبالتالي مصانعها وقفت، وبالتالي بقى عليها قضايا وبتتحبس، فناس كتير بتهرب من المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه او اي استثمار بسبب ده. المشروعات الصغيره عايزه دعم مادي وعايزه تسهيلات كتيره، فده بيبقى ممكن البدايه، لكن ما في بعد كده متطلبات ضرائب والتزامات على اصحاب المشروعات الصغيره، فبالتالي طبعا بيتعثروا في هذا الطريق. انا لو انا هعمل مشروع صغير هبقى ناوي، بس هروح هدخل في البيروقراطيه مفيش حاجه هتمشي.